البحر موسوم بالروايات التفسيرية الواردة إلينا عن الصادقين عليهم السلام، دراسة وفق المباني الرجالية عند الإمامية. حين نقول الروايات التفسيرية الواصلة إلينا نعني بذلك تعامل المفسر والباحث والمحقق مع هذه الرواية التي هي بين الكتب، سواء كانت هذه الكتب المعتمدة عند المسلمين، وأنا أذهب إلى اعتماد 10 كتب عند المسلمين، الكتب 6 عند أخواننا أهل السنة والجماعة، والكتب 4 عندنا نحن الشيعة الإمامية، وهذا لا يعني بعدم وجود الكتب المعتبرة، فهنالك كتب معتبرة وردت علينا من مشايخنا الأكارم ابتداء من الشيخ الصدوق، وهنا طبعا محل الشاهد المتقدمين ابتداء من الشيخ الصدوق إلى الشيخ الطوسي رحمة الله على أرواحهم، وهم من وصل إلينا أو عن طريقهم وصل إلينا من دثر من الأصول 400. في الجلسة الصباحية كان هناك تعريف للأصول 400 اللي عند الشيعة الإمامية، وهي أنه كان الإمام سلام الله عليه يتكلم، يتحدث، يحدث، يروي، وكان المصاحب يدون هذا الكلام ليؤصله تحت مسمى الأصول 400. إذن لدينا تراث تفسيري هو ليس بالطارئ علينا، إذ كان الصحابة حين يصعب عليهم فهم شيء معين فهم يلجؤون إلى الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد الرسول كان أخيه حقيقة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وجميل كلام ابن أبي الحديد المعتزلي حين قال كلام أمير المؤمنين عليه السلام فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. إذن هو حلقة الوصل بين المفسر حين يستلم الرواية وبين حقيقة ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه، إذ الغاية هي من المفسر الكشف عن مراد الله. الإشكالات في الروايات التفسيرية بحسب ما جمعت ذلك 4 آراء أو 4 إشكالات. منهم من يقول بأن القرآن لا يحتاج إلى السنة فهو تبيان لكل شيء، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني عكس الرأي الأول، وهو القول بأن السنة هي الكاشفة عن مراد ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه. الرأي الثالث يذهب إلى حقيقة القول بأهمية القرآن والسنة معا، أي برتبة واحدة. والرأي أو القول الرابع يذهب إلى محورية القرآن الكريم وكاشفية السنة، أي أن السنة تدور حول هيمنة القرآن الكريم. واقعا لبيان مسألة القبول ورد، نذهب إلى المباني الرجالية، لأنه إحنا حين يكون الحديث صحيحا بناء على ماذا؟ بناء على وثاقة جميع الرواة الواردة في السند، وحين يكون الحديث حسنا فإن هناك من الرواة من هو ممدوح، وحين يكون الحديث موثقا طبعا امتاز الشيعة الإمامية
بالتقسيم الرباعي للحديث، لعل الجميع يعلم بذلك، ولكن من باب التأكيد الشيعة الإمامية يذهبون إلى تقسيم الحديث الشريف الوارد عن المعصوم إلى أربعة أقسام: الحديث الصحيح، والحديث الحسن، والحديث الموثق، والحديث الضعيف. الحديث الصحيح هو من كان جميع الرواة ثقات في الكتب الرجالية الواردة إلينا، والحديث الحسن من كان إذا كان هنالك راو في هذا السند ممدوح إمامي، والحديث الموثق وهو محل الشاهد لحقيقة موسوعية المنظومة المعرفية عند الشيعة الإمامية، هو قبول الحديث المخالف في العقيدة على أن يكون ثقة في كتب الرجال عندنا نحن الإمامية، وبذلك يكون التقسيم الثالث هو الحديث الموثق. فهذا إن دل على شيء حقيقي يدل على سعة أفق التراث الشيعي، بحيث يستقبل كلام حتى المخالف في العقيدة لينطوي حديث هذا المخالف تحت مظلة الحديث الموثق، وما دون هذه المواصفات الثلاث يكون الحديث ضعيف. لعل أبرز المباني الرجالية التي عمل عليها فقهاءنا وأعلامنا المتأخرين ومتأخري المتأخرين والمعاصرين هو مبنيين: مبنى الوثاق ومبنى الوثوق. حقيقة مبنى الوثاق هو ابتداء تبناه الشهيد الثاني رحمة الله على روحه 965 للهجرة وفاته، وجدد له وأصل له وعمل عليه السيد الخوئي رحمة الله على روحه. هذا ما يتعلق في الوثاقة. ماذا نعني بمبنى الوثاقة؟ مبنى الوثاقة هو الاعتماد على السند، سلسلة الرواة عن فلان عن فلان، سند الموصل إلى المتن في الحكم على قبول ورد الرواية التفسيرية. إذا كان الرواة جميعهم ثقات إمامية كما بينا قبل قليل، فهذه الرواية مقبولة وفق مبنى السيد الخوئي رحمة الله على روحه، وإذا كانت حسنة وموثقة أيضا مقبولة، وإذا كانت ضعيفة فهي مردودة عند السيد الخوئي. لعل ما يقابل السيد الخوئي في مبنى الوثوق بحسب ما بحثت طبعا بلحاظ التفسير، لأن احنا عندنا الروايات التفسيرية في العنوان، فبلحاظ التفسير وجدت السيد الطباطبائي رحمة الله على روحه هو من عمل على مبنى الوثوق في قبول الروايات التفسيرية. ماذا نعني بالوثوق؟ احنا كباحثين او مختصين في علم الحديث نذهب الى قرائن داخلية وقرائن محيطة خارجية في قبول أو رد الرواية. السيد الخوئي في معجم رجال الحديث تبنى مبنى الوثاقة، أي القرائن الداخلية المتعلقة في السند. حقيقة السيد الطباطبائي قد لن يفهم من بعض المحققين، من بعض الباحثين بمراد في الوقوف عند القرآن، هو نور وهو تبيان لكل شيء، وفي المقدمة ضرب جميع الروايات التفسيرية. وقفت حائرا أمام هذا. طيب، حين أأتي إلى السيد الطباطبائي أجده قد أفرد مبحث تحت عنوان البحث الروائي، ونجده عمليا قد اتخذ من الروايات الضعيفة بل حتى الروايات الواهية جملا لكشف المراد. طيب، في المقدمة يقول بأن القرآن نور لا يحتاج إلى ما يبينه، وحتى وإن كان المعصوم ابتداء من الرسول الأكرم وانتهاء إلى سيدي ومولاي الحجة المنتظر روحي له الفداء، يقول غير كاشف لتفسير القرآن. طيب سيدنا شنو تعليلك يا مولاي؟ يقول حتى وإن كان كلام الرسول
ما أتاكم عني يخالف القرآن فاضربوه عرض الجدار. هو يتخذ من القرآن نقدا لروايته، فعليه القرآن هو التبيان. طيب أين نضع الأوامر والكلام المتواتر عن المعصومين عليهم السلام في الكشف عن مراد الله؟ أين نضع الراسخون في العلم؟ أين نضع التراث الكاشف؟ أين نضع السنة التأسيسية لبعض الأحكام؟ أين نضع السنة المبينة والمخصصة وإلى آخره من هذه؟ حقيقة السيد الطباطبائي رحمة الله على روحه، لعل ضيق الوقت نقارن بين السيد الخوئي باعتباره يمثل الوثاقة والسيد الطباطبائي باعتباره يمثل مبنى الوثوق. السيد الخوئي باختصار شديد أيضا اعتمد على تفسير القرآن بالقرآن، وهذا واضح في مقدمة تفسيره. طبعا تفسيره هو ليس بالتفسير الذي عمل عليه السيد الطباطبائي، كلنا يعلم بأن كتاب السيد هو منظومة حقيقة موسوعية بخطوط عامة لعمل المفسر، فيضع شروط المفسر ويضع آليات في كيفية التعامل مع المنظومة أو البنيات العامة للقرآن الكريم. ولكن السيد الطباطبائي رحمة الله على روحه قد عمل في الميزان التفسير لذلك الكتاب الذي لا ريب فيه ابتداء من الألف إلى الياء كسور من الفاتحة إلى نهاية ذلك الكتاب. بينما السيد الخويلة أعطانا منظومة وفق كتاب نحو 526 صفحة تفيد كقواعد منهجية للعمل للمفسر. إذن اتفق السيد الخوئي مع السيد الطباطبائي بمرجعية القرآن. السيد الطباطبائي أبعد الروايات التفسيرية فقط في المقدمة وعمل عليها، وعمل حتى على الواهي المتهم بالضعف والإسرائيليات. يقول لا مانع من الأخذ بهذه الرواية لأنه ما عدنا شيء واصلنا فقط هذه الرواية ولا تتنافى مع العقل. السيد الخوئي رحمة الله على روحه عمل بتفسير القرآن بالقرآن بمعية السنة، وقد أكد ذلك مرارا وتكرارا في تفسيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين في خدمتكم.